الطاقة الكهربائية عصب الحياة في العصر الراهن، حيث دخلت في عموم مفاصل حياة البشر من أقلها إلى أكثرها أهمية. إلا أن هذا العصب، وعلى الرغم من أنه يفترض أن يكون خدمة هامشية في دولة تعتبر من كبرى البلدان الغنية المنتجة للنفط، تحول إلى ضرورة مفقودة فيه. فبات العراقيون يعتمدون على مرشات المياه في الشوارع لتبريد أجسادهم التي أتعبتها درجات الحرارة المرتفعة بشكل غير مسبوق. احنا هسه دخلنا درجة الانصهار، لأن جونا يعني حرارة مو طبيعية لا تطاق. وهاي فكرة اللي المرشات واللي العالم تخلي جوها، أول شيء كهرباء طافية، يعني أكثر أوقات النهار طافية الكهرباء. فتشوف هاي فكرة جميلة جدا، لأنه هذا من راح شوي يبخ بالمي راح شوي يرتاح، يعني شوي يستعيد قوته. حكومات تعاقبت على العراق منذ عام 2003 نهبت ثروات البلاد وأحرقت المواطنة بنيران فسادها، حيث كانت خدمة المواطن آخر همومها. واليوم يتواصل مسلسل إيذاء المواطنين، وهذه المرة بحرق أجسادهم وأنفاسهم بحرارة الشمس اللاهبة التي باتت في هذا البلد سبباً للموت، يضاف إلى أسباب أخرى كثيرة. يعني بالنسبة للمواطن العراقي تعبان جداً في عمله، ومنظومة الكهرباء صفر، إضافة إلى المي أيضاً هم صفر. فأطلب من الدولة أن تنظر بحال المواطن العراقي من ناحية منظومة الكهرباء ومن ناحية المي، لأن هذا الجو غير ملائم. إذن فهي الحكومة من ينبغي أن تؤمن ضرورات الحياة للمواطن وتضع الحلول لمشاكله، ولكن في العراق بات الأمر مختلفا، فالمواطن وحده في الجبهة الأمامية يقاوم صعوبات ومشقات الحياة ويبرد همومه التي زاد اشتعالها حرارة الشمس القاتلة من دون اكتراث حكومي. لكن لا ملجأ سوى هذه المرشات اللي يصنعوها الأهالي اكتفاء ذاتي طبعاً، وجزاهم الله خير الجزاء. نرجع ونقول أنه ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء. لازم أنه الحكومات اللي تراكمت من بعد 2003 ولحد الآن تنظر بعين الأبوية والعطف الحنان الأبوي والأخوي لهذا الشعب الجريح. الآن المشكلة المستعصية مشكلة الكهرباء ووجود الإهمال الرسمي وعدم العناية بمنظومة الكهربائية، ولأنها مستهلكة وقديمة. على هذا الأساس أصبحنا نعاني كثيراً من الانقطاعات المستمرة والمتواصلة لشبكة الكهرباء. شمس حارقة للإنسان والحجر، ومياه نظيفة باردة أصبحت نادرة الوجود، وكهرباء بات انقطاعها الطاغية في أيام العراقيين ككوابيسهم. عبارات تلخص مآسي العراقيين اليومية، مآس ربما تبرد بعض ثنايا مراراتها رشات مياه خجولة، لكنها لن تبرد غضب العراقيين الذين باتت أرواحهم قابعة على فوهة بركان في أي لحظة ربما يثور.